ما الذي ما هو وين العقدة؟ أين العقدة حتى يتم حلها؟ شكرا سيد الرئيس. مستر بزيد أنت كان أولا أود أقول بأن ليس هناك عقدة ليس لها حل. صحيح أنها معقدة، لكن عندما نجتمع على طاولة واحدة، والآن عندنا تأكيد من الدولة التي هي قدمت لها بعض المطالب من أخوانها من دول الخليج، مستعدة أن تبحث كل هذه المطالب، ونحن لسنا من هذه الدول، لكننا نحن ضامنين بأننا سنضغط على قطر، لأن ليست في مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب، بل يجب عليها أن تكون مع أخوانها في دول مجلس التعاون. وكما تعلمون الحمد لله حكمة أخواننا في الخليج، يجب أن يقدروا الوضع اللي نحن فيه الآن، وضع الموجود في سوريا، والموضوع وضع موجود في العراق وفي في سوريا وفي ليبيا. الآن وقت الذي يجب أن نتناسى كل خلافات. صحيح نحن نزلنا إلى أمور غير صحية واطية في الإعلام، سواء كان المرئي أو المسموع،